طيب استاذ مرهان، يمكن الاستاذ وائل اشار الى نقطه مهمه جدا، مساله صراع الاجيال. هل بتواجهي هذا الصراع باي شكل من الاشكال مع القيادات الكبيره في مرحله السن، يعني كبيره سنيا؟ هو طبعا يعني اي فكره جديده او مبادره جديده بتلقى نوع من المقاومه شويه في بدايتها. يعني درجه المقاومه في وزاره السياحه قد ايه؟ لا مش كبيره جدا يعني. الحمد لله يعني، لا الحمد لله الناس يعني متقبله الفكره جدا، وبالعكس يعني هم على انا بدخل بمدخل التعاون، انا مش داخله اتدخل في مهام حد، لا بالعكس انا داخله علشان الشغل يمشي بطريقه افضل يعني. طب ايه مجال بقى اللي بتعاون فيه الوزير؟ تنشيط السياحه تنشيط السياحه ده عنوان كبير قوي. والتوعيه السياحيه. تنشيط السياحه يعني هو بينقسم الى كذا شق. الشق الاول هو الجزء الاداري الخاص بتنشيط السياحه بموظفي هيئه تنشيط السياحه، والجزء الثاني التنشيط السياحه الداخليه، وبعد كده تنشيط بقى السياحه الخارجيه. فهي تمام. دي الملفات يعني. طيب في فيما يتعلق بتنشيط السياحه الخارجيه، خلينا نقول في الفتره الاخيره يمكن كان في كلام كتير جدا ان السياحه تتاثر بسبب الأزمة اللي بتعيشها روسيا. تمام. احنا في عدد كبير جدا من السياح الروس. تمام. بيقصدوا شرم الشيخ والغردقة. والأماكن السياحية المصرية. بالزبط. فإيه الصورة دلوقتي؟ هو يعني لحسن الحظ يعني كان في اجتماع مؤخرا في شرم الشيخ بين سيادة الوزير وكبار منظمي الرحلات الروس، كان يوم السبت اللي فات، والاجتماع ده أصفر يعني عن مجموعة من الإجراءات سيتم اتخاذها يعني لتسهيل أو زيادة الحركة الوافدة من السوق الروسي. حضرتك عارفة يمكن أنه الروبل وقع. بالضبط. فيعني كل الناس اللي كانت بتسعى أنها تقضي أجازاتها في مصر بأسعار أو بمبالغ معقولة أصبحت المبالغ دي متضاعفة. بالضبط. فهو ايه اللي الوزاره هتقدمه ليهم؟ هي الوزاره هتحاول انها تساعد منظمي الرحلات ان هم يعملوا برامج سياحيه باسعار منخفضه نسبيا مقارنه عن الوقت قبل الازمه الروسيه يعني، وفي تعاون مع اكثر من وزاره في هذا المجال، بس لسه يعني هيتم دراسه الخطوات دي عشان في كلام عن الغاء رسوم التاشيره اعتقد. والله دي كلها حاجات يعني لسه بمحل الدراسه يعني. تمام. لم يتم اتخاذ اجراء. دبلوماسيه قوي انت يا استاذه. عايزه تتكلم دكتور.